والتحيه قال بالظبط عبد الامير وعمرو مؤكد ان هي عبد السلام كل الخطايا والشكر الحضير احمد الخالد بيحيي كل الناس وكل الحبايب اللي بالظبط علينا تحيه بقى لمشروع احمد الصايف كابتن محمد خليفه الكابتن محمد خليفه بيحييك الكابتن محمد خليفه الكابتن محمد خليفه اهو الكابتن محمد خليفه بيحييك ومروان الصايف اللي بيصرف عليه ايوه ابو مرنا هلا راجع ايوه الحاج عبد الرؤوف اللي بيحييك ابو ياسين اللي بيحييك
وتحية ابو الامير ابو الامير وابو الهاب العم ابراهيم الزعبلاوي يحييك والحاج مسعود اللي بيصدع عليك من اول المحله المحله وبنقول امير العمده
وجود امير العوده اللي بنصب عليه. تحيه الحاج عرفه زمان بيحييك، تحيه برضه العشام سامر قام العز اللي بيحييك، والعوده محمد صالح بيحييك، وامير العوده الباشا احمد شحاته اللي بيحييك، وسامر قام العز والحاج عرفه زمان بيحييك، عمر بيواصل يعني نسر الداخليه للمواطنه، عمر بيواصل بيحييك يا عمر، والدكتور احمد المهدي بيحييك، الدكتور احمد المهدي بيحييك يا عمر. العمده شحات بيحييك، والحاج شادي والحاج حماده الغلبان، الحاج حماده الغلبان بيحييك عمده الغلبان، وعمر بيواصل اللي النهارده مشرفنا يا باشا اللي بتصب عليه، وبنقول على Thank you.
الباشا مصطفى في الحل اللي بيحييك مره مليون مره. Thank you.
Oh,
باشا محمد بلال بيحييك يا باشا، وعلي بن الشناوي قال بيحييك، علي بن الشناوي قال بيوصل من باب العز، تحية برضه لابو العز. Hold on, hold on, hold on.
حاجة ببلطان اللي بيحييك يا عمده،
الحكم دي بركات اللي بيحل حمد للصنع الرشيد اللي بيصبح عليه استاذ محمد عبود اللي بيحييه استاذ محمد عبود بيحييك يا عمده وعزه الباشا احمد عزه يا عمده الباشا عزه احمد عزه والاستاذ محمد عبود وزير الحريه وعمر بيه عزه بيحييك وتحيه برضه عشان المعلم كرم سرحان عمو جانا وسيد محمد عبود بيحييك خش يا ريس ونقول له يابا هلا 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 يا هلا العمدة احمد امين يا عمدة العمدة احمد امين العمدة احمد امين عبد الرشيد تحية العمدة احمد امين بيحييك وبيحيي الليلة كل الحبايب كده كده اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي يا عمر